وصلنا لختام محطاتنا الصباحية اليوم، رح نحكي فيه أكثر عن مشروع من المشاريع لأحد السيدات السورية. طبعا الصناعات اليدوية والحرف اليدوية شيء بيتميزوا فيه السيدات السوريات. اليوم رح نحكي عن الشمع. بنعرف انه الشمع بيعطي هيك منظر حلو بقلب البيت وله خواص كثير. يمكن قبل شوي كنا عم نحكي مع احد ضيوفنا على قد ايه هو بيعطي طاقه، ولكن ايضا التصميم اللي موجود في الشمع هو الشيء اللي تميزت فيه ضيفتنا، من خلال طبعا ادخال اشكال متعدده للزينه بقلب البيت، ومنها الجبصين مع الشمع. رح نتعرف اكثر على تجربتها واللي خطت جزء منها خاص لفعل الخير. طبعا ضيفتنا لليوم خلينا نرحب فيها وهي السيده ريهام شمس الدين. اهلا وسهلا فيكي ونورتي صباحنا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني دائما الفكره بتبلش صغيره، بلشت بفكرتك انت فكره صغيره عن الشمع والجبصين وتحولت لشيء لمشروع كثير كبير، يعني تحول لهدايا زينه ولمشروع كثير قيم، حتى صار مصدر باب رزق لحضرتك. خلينا نتعرف على هي الصناعه الخفيفه، حكي لنا عن الشمع والجبصين. هلا مبدئيا بالنسبه للجبصين، اليوم الجبصين من وقت موعينا لحنا وهي موجوده هذا الشيء اللي هو الجبصين ولا الفخار. هي القطعه انا بحسها هي القطعه اللي بيقولوا لها خبز السوق، يعني اللي هي بتخدم جميع الطبقات، من الطبقة فينا نقول الفقيرة إلى الطبقة الغنية، هي لعبة الأطفال. هذا المشروع هو الهدف منه بسبب هاي الظروف السيئة اللي لحنا فيها، فهو شيء تقديمي للطفل أكثر من أنه ما بقول أني ما عم بربح، أكيد عم بربح، ولكن شيء رمزي. يعني أنا هاي المنتج بالذات لازم كل الأطفال تشتري، يعني هيك فيني أقول عنه. طيب خلينا نحكي أكثر. هلأ حضرتك عم تحكي ونحن عم نشوف معك صور، اليوم قديه مهم يكون هيك في تميز بمشروعك؟ يعني أنا أعمل شيء ما بيشبه لي موجود بالسوق، صح هو شغل يدوي، في كتير ناس صارت بتشتغل هذا الشغل، بس كل واحد بدور على شيء بيميزه. يعني أنا بحط بصمتي فيه، شو البصمة اللي ميزتي نفسك فيها؟ إنه أنا ما حدا بينافسني بهذا المنتج بالسوق بالنسبة للأسعار وبالنسبة للكواليتي. عاملة شيء متخصص للأطفال يعني أكثر من غيرك. إيه تماماً، هي القطعة هي للطفل. برجع وبقول يعني هي الطفلة مثلاً، هي القطعة هي أكثر شيء ممكن توصل للمستهلك بخمس أو ستة آلاف ليرة، مع إمبلاجة مع ألوانها مع القطعة. صار كثير رخيص بهالوقت، يعني بحال بسكوتة صح. إيه فهذا الشيء كثير بيفرحني اكثر ما انه يكون أكيد هو شيء مربح. طيب شو اكثر شيء شغل مطلوب منك وبيحبوا الناس، تلاقي هيك اكثر شيء مرغوب لقلوب الناس وبدخل بنفس الوقت الفرحه لهم، يعني اكثر شيء مطلوب بالدنيا؟ اي شيء اي حدا بيقدر يشتري هو بدخل الفرحه لقلوب. شو المطلوب منك؟ يعني ما في تواصي منك انه نحن بدنا هيك او اكثر مبيعة من الشغلات يلي بتعمليها؟ طبعا طبعا، لا انا بخدم فئه كبيره من المحلات والمولات الموجوده. شو اكثر شيء يعني شو اكثر شيء الجبصين اللي بيجي؟ هن اشكال الجبصين اللي بتجي بدون امبلاجات، اللي بتجي هي لحالها هيك فرد. ايه هذا اكثر شيء. اكيد بدايه حديثنا قلنا انه انت عملتي جزء من هذا المشروع للدعم الخيري، يمكن لدعم الاطفال، نحكي اكثر عن هذا التفصيل. تمام. وشو الدعم اللي عم تقدمي؟ الدعم انه في 10% من الارباح هي للجمعيات الخيريه. كل الجمعيات الخيريه بشكل ولا الاطفال بالذات؟ لا لا الاطفال بالذات. يعني في لجمعيه سبايا العطاء، واي حدا اي جمعيه ممكن يكون عندها احتفاليه اي شيء، اذا هن ما قدروا يغطوا انا بغطي، اذا هن قدروا انهم يغطوا التكلفه فانا بعطيهم دبل البضاعة. طبعا بتقدري تعملي هالشيء، يعني مثل ما قلتي ببدايه الحديث انه انت عم تعملي تكلفه بسيطه. طبعا. يعني انه قطعه ب 5000 او ب 6000 هلا الواحد بيقدر يجي فيها، مثل ما قلتي بسكوتين او بسكوت وشيبس عم تجيبي فيها قطعه هديه، بنعرف قد ايه صارت غاليه هلا هي القصص. طبعا. عم تقدري ولا بحاجه؟ طبعا. لدعم اليوم؟ لانه انا اليوم حتى هلا كلياتنا بحاجه دعم، شيء اكيد. هلا اليوم انا القطعه بتطلع من عندي الخام يلي بدون الوان بدون شيء، هي توزع بالسوق بين 350 وال 400 ليره سوريه بس فقط. يعني بتجيب سعر التكلفه؟ طبعا هو ربح قليل وبيع كثير.
وأنا مبسوطة الحمد لله. تشتغلي لحالك ريهام ولا معك متطوعين وناس بيساعدوك حتى بالأفكار؟ لا أنا معي شركاء، معي شركاء بهذا الموضوع اللي هو أهم حدا بحياتي اللي هي ماما. الله يخليك. ولولا دعمها أنا أكيد اليوم ما قدرت أعمل أي شيء. وخالتي كمان هي شريكتي كمان اللي هي كمان لولا دعمها أنا ما قدرت أعمل أي شيء. وشريكتي الحبابة ربا تمام طبعاً بوجه لها هيك تحية كتير كبيرة أكيد لربا. أكيد بنوجه لهم كلهم تحية، بس خلينا نوقف شوي. يعني اليوم عم نحكي رقم يمكن من سنين ما سمعناه، من قبل الحرب ما سمعنا هذا الرقم 350 أو 450. ما حدا يعني اليوم ما حدا بيحكي بال 500، ما حدا بيحكي بال 1000 أصلاً. أنا شو ممكن أتقدم؟ فأنت عم تقولي عم تبيعي 300 أو 450 ليرة وعم تكوني محققة. هلا أنا أحياناً بصير رأس المال يعني في يقول للقطعة. أحياناً بصير معي مثل تحدي إنه بلا القطعة مثلاً ب 400. ايه اوكي انا بدي 2000 قطعه. ايه اوكي في 2000 قطعه يعني هذا الشيء فعلا. هذا شغل يدوي كمان، احنا ما عم نحكي عن شغل انه هو قوالب او هو معمل او شيء. لا يعني ما مانو معمل يعني انه بينتج ما بتفرق معه. تمام. هو شيء ايه في هنن قوالب ولا في انتاج الحمد لله، في انتاج منيح. و قديش في ناس عم بيغشونا معناته هلا؟ يعني بهالارقام اللي انت عم تقولي قد ايه عم نغش حاليا؟ حقلك شيء، انا هي ال 400 ليره اللي مربحي فيها يعني اليوم نحن نفتقد للبركه. صحيح. هي البركه اللي موجوده بهذا الربح، نفتقد للرضا او القناع. يعني طبعاً الواحد يرضى ويقنع ويساعد غيره، هي صارت 100% شبه مختفيه. انا هذا الموضوع في عندي رضا فيه وفي عندي بركه فيه. يعني الحمد لله انا البركه هي اللي عم تلعب دور معي. صح. يمكن هذا السر انه الشيء اللي بيخليكي دائما محافظه للشغل لقدام وللاستمراريه. طبعاً. وعندك شغف للشغل. حكينا كثير عن ايجابيات هذا الشيء، خلينا نحكي مو عن سلبيات، عن الصعوبات اللي ممكن بتواجهيها خلال فترات الشغل او خلال مسيرتك. صعوبات، تحديات. كل الامور حلوه وسهله؟ لا هلا اكيد في صعوبات يعني، بس الحمد لله ما فينا نذكر الصعوبات قدام الشيء الحلو. يعني تامين المواد ممكن؟ لا 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 ابدا ابدا، بالعكس. يعني دائما في عنا ميزان الايجابيات هي انا بالنسبه لي بتغطي على السلبيات. هلا طبعا كلياتنا بنتمنى انه يتحسن الوضع يا رب. اكيد يا رب. أكيد. بس الحمد اسم لله. اسم مشروعك بس لو سمحتي، لك صفحة على الانترنت؟ أنا ما لي صفحة، ولكن اسم المنتجات خربشات. خربشات، يعني أي حدا بيقدر يشوف هذا المنتج بيقدر إن هو يشتريه، فهو عم بيساعد، عم بيقدم خير من خلاله للجمعيات الخيرية اللي عم تدعمها طبعاً ضيفتنا بالاستوديو. بدنا نقول لك يعطيك العافية، نحن كتير فخورين فيكي، لأنه اليوم كتير قليل إنه حدا يفضي من وقته ومن جهده ومن شغله ومن تعبه بهذا المربح القليل ويكون رضيان بهذا الزمان. شكرا كثير لك. عفوا. شكرا لك. يعني وبنفس الوقت بتعلمي كثير صبايا انه ممكن من لا شيء انهم يعملوا شيء، او بابسط الاشياء يعملوا يتحول مشروعا، فكره صغيره مثل ما بلشتي فيها انت تتحول لمشروع كبير ومنتشر. مليون بالمية. واي حدا بيحب يعمل هذا المشروع وانا ساعده واعطيه الخطوات الاساسيه، هي بالنهاية الرزق الأرزاق مقسومة. صحيح. فأنا كمان بقدر ساعد. أكيد. ويسعوا العالم يعني هلا بجوز حدا ينتقد إنه الشغل بده رأس مال، بده أكيد في دعم، أكيد في. لا، اللي بيسعى بيلاقي بصراحة خلال تجربتي كل هالسنوات. صحيح. يعطيكي ألف عافية وشكرا، وتحية أكيد لوالدتك ولكل الداعمين يلي موجودين معك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم.